السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش بخير وعلى خير؟ نتمنى تكونوا بخير اليوم ان شاء الله. بغيت نشارك معكم واحد الفلون اللي كنديرو في رمضان. ها هو عندي يطرد الحليب، كنديرو بزاف في رمضان، تقدروا ديروه في السحور ولا ديروه في الفطور. غدا نشاركو معكم اليوم، غادي تشوفوا كيفاش يجي. غدا نخلي هاد ليطرو د الحليب حتى يفيض ليا، وغدا نسيب فيه هاد الفلان النكهه ديال الفاني. وتابعوني بما فاضل ليا طلع الحليب. سلام البنات، من بعد ملي سخن ليا الحليب ديالي مزيان، انا غدا نخوي فيه هاد جوج صاشيات تاع نكهه فاني، كيجي واعر كيجي زوين. انا غادا نديكوريه معكم بلي فخوي، وغادي تشوفوا كيفاش كيجي، كيبرد مزيان. اللي بغى يديرو حتى في الكؤوس صغار بحال هكا، كل واحد الكاس ديالو، وتديكوريه بالفخوي اللي بغيتو للسحور ولا ديسير ديال الفطور، كيجي زوين. هانتوما تابعوني يا البنات، ملي غادي يطلع ليا هذا مزيان غادا نحطو في الكونجيلا في الفريجيدير يبرد، نخليه واحد ساعة ونص في الثلاجة، ومن بعد ملي نبغي نديكوريه غادي نرجع معاكم. السلام البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ انا جيتكم بهاد الفلون اللي كنوجد فيه دابا، اللي غادي نلوح معاكم باش ديروه في رمضان، كيجي زوين. ديجا كتشوفوا العين هي الاول اللي كتاكل. انا درت الفرامبواز، درت لي ميغتي، ودرت الفخيز، ودرت هاد العنب المسكي، كيجي البنات واعر بحال هكا في السحور توجدوه ولا في الفطور، كيجي زوين من داكشي وكيعطي العين، وكيجي حتى اللذه وداكشي زوين. ومع هاد الفروي حتى هو الواحد خصو ياكل شويه ملي يكون صايم، الفروي شويه تاع الفروي كيجي من داكشي. يا البنات هاد الفلون شوفوا كيفاش جا، راني قبيله فاش درتو معاكم وجدتو معاكم، راه فيه النكهه ديال اللاباني، وكاين عندي النكهه ديال الشوكولا. مره اخرى غادي نشاركها معاكم، ومن بعد كيجي غزال. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هليل. نتمنى عندكم هذا الفلو هذا اللي شاركت معاكم خالتي اليوم، كيجي زوين بزاف، و المنظر ديالو زوين، وكيبرد شويه. دابا جاي رمضان، كنت شي غادي نقلب على الحاجه البارده، طبقنا البرد البردي البروده. وهاد الخوي البنات هذا راه زوين، ومن بعد غادي نلو عليه واحد شويه ديال الشوكولا. هاد لي شوكولا اللي بغاها بحال هكا حتى هي، تزينوا بها من الفوق وكتعطي واحد الكروكون زوينه ديال الشوكولا. هاد الفلون راه رائع البنات، تحطوه بحال هكا من بعد الفطور، تقدروا يعني ديروه في السهره في الاخر ملي الواحد يسالي ويجلس، يحط هاد الطبسيل ديال الفروي. الميختيات هاربين، هاد الميختي شحال قال لك صحي وصحاب السكر. صحي غزال، وتزيدوا عليه هاد اللمسه ديال الشوكولاط كيجي فن. ها انتم البنات باش تزينوا، كنقولوا حنا السهريه ديال رمضان، هاد الطبق راه كيجي غزال وكيجي بنين ولذيذ، كيتساليو كاع تخليوه يبرد في الثلاجه، ومن بعد ملي تبغيو تقدموه في الاخر ديال لي ساليو الفطور وتساليو كلشي، من بعد كديرو سي سهره. وحضرت لكم هاد القليبات، هاد لي كوغ هادو لي تري تري جولي و تري تري بون اوسي الكو ديالهم، حتى هما غادي نصاوبهم معكم باش بحال هكا ملي تساليو الفطور وداكشي وتبغيو ديرو واحد البليسه كل فيها هاد الفلان واحد البراد ديالها تاعي وشويه العصير وداكشي، ويقعد بنادم شويه من بعد الفطور باش يلاه يتسرح. انا قدمت معكم هاد القليبات وهاد الفلون. ايوا البنات، وتبارك الله عليكم، ورمضان سعيد لكل المسلمين والمسلمات، ونتمنى لكم الصحه والعافيه ان شاء الله لكل اخواننا واخواتنا المسلمين والمسلمات، ويدخلوا علينا بالصحه ويبعد علينا يا الله هاد الوباء اللي راه عذبنا نيت ما خلانا نديروا حتى حاجه حتى حاجه. وها سعيده غتسالي معكم.
البنات مشاهدينا، نتمنى ان هاد الديسير اللي شاركت معكم خالتي يكون راقكم ونال اعجابكم. راه كاين زوين وساهل التحضير وكيجي لذيذ، والوليدات الصغار راه كيموتوا على هذا الشيء ديجا الفريز وداكشي الدراري كلشي كيبغيو. نتمنى انه يعجبكم ونتمنى انكم ديروه بحال هكا في رمضان تبردوا به وداكشي في العشاء في المول الفطور. على فكره البنات راه نسيت ما قلتش لكم، راني ما زدتش فيه السكر، داكشي اللي كاين فيه هو اللي خدمت به، ما فيه السكر زايد. هما كيكونوا دايرين فيه عبارو كيكون هو هذاك لستو فيه، غيجيكم ماقت بزاف بالحلاوه. هاد ليكور هادو اللي قدمت خالتي مع هاد الديسير كيجيو زوينين، هادو راهم كروستيون فنين. ان شاء الله خالتي غادي تقدمهم لكم في فيديو خاص مع المقادير ومع كل شيء، ان شاء الله كيجيو زوينين وكيجيو رائعين. الدوازاتاي ثاني بحال هكا في العشيه برمضان ولا بلا رمضان، الدوازاتاي كيجيو غزالين بزاف. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال رضاكم، ونتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو. اللي ما مشتركش معنا في القناه نتمنى انه يشترك وفعلوا الجرس، وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم، وان شاء الله باذن الله الى فيديو قادم. خلينا لكم الراحه ورمضان كريم.